المشاهدين تغطية خاصة من أمام جسر الجمهورية وبالقرب من المطعم التركي. الآن استهداف مباشر للمتظاهرين بغاز المسيل للدموع، وأصحاب التوك توك والسيارات الصغيرة السدوتة تنقل المصابين من هذا الموقع بسبب استمرار القصف أو استمرار استهداف المتواصل للمتظاهرين بغاز المسيل للدموع. نشوف الوضع شنو الآن هنا، شلون ماشي الأوضاع مع المتظاهرين وشنو الموقف مع المتظاهرين من الجانب الحكومي. السلام عليكم. السلام. أبو النور. والله التعامل الوضع الأمني زين، يعني القوات الأمن ويانا، مكافحة الشغب كلها ضدنا، يعني إيران ودا يضربك، كلتنا عراقيين، كلتنا تعبنا من هاي الحكومات الجايفة، حكومات تعبانة، أحزاب هاي دمرتنا. البارحة سمعنا يريد يشكلون حكومة صدر وعبد المعاد العامري، احنا ما نقبل، احنا نريد هاي الاحزاب وال كلها تطلع، حكومة كلها تطلع، كل شيء ما نريد. تعبنا، اعطينا شهداء، اعطينا جرحى، امهات راحت ولدها راحوا، نسوان ترملت، جهالة يتمت، وبالاخير ترجع نفس الاحزاب ونفس هذا، ما نريد. هذا غازي وهذا على اساس يقولون هو شو اسمه اطلاق بالصوت، بس هذا يصوب العالم، وهاي اذا طبت براس واحد قلت له مكان تفجر راسه. هاي اللي ضرت الناس، هاي ضرت الناس، مو ضرت الناس، الشهداء هواي. هاي بالضبط، هاي اللي استقرت بس هذه الشهداء. اي هاي يعني هاي الصوب، وهذا هسه تقتل البشر. هاي واكسباير، هاي تقتل البشر، هاي اذا طب الراس تفجر راسه. زين، التعامل اليوم اللي اكو برلمان يقولون احنا ممثلين الشعب، البرلمان شو اللي يشتغلوا؟ كلها كذابه، كلها كذابه، ماكو ممثل شعب. نور صبرا. ها شنو؟ ها نور صبرا. هو صد بيه. يعني سدين. طلع لي انا زي اخلص معك، صياد يعني؟ صياد، نور صبري. اها انت نور صبري. اي والله نور صبري، انا صيده. اي شكلها، وهسه شنو نطالب؟ برمي القنابل المسيلة للدموع عنا. احنا مكافحة مسيل الدموع. والنعم. احنا قلت شي يا ابا نور صبري، انا نور صبري بالنسبة لي. من يوم 25 لليوم. كفو والله كفو. كلها غيارة وكلها هنا ابطال. من يوم 25. نقول الف رحمة على روح الشهداء اللي استشهدت الابطال هنا. يعني الله شاهد، يوقعون هواية يقولون سلمية مو سلمية. أدري أنت يا عادل عبد المهدي غيرة ما عندك لك، ولا غيرة ما عندكم أنت؟ لو عندكم غيرة ما تبقون، واحد يذلك يحكي عليك يشتمك، أدري غيرة ما عندكم؟ هاي شوف، لو عندكم غيرة وكرامة تطلعون، بس ما عندكم لا غيرة ولا كرامة. هذا غاسل بالي إيراني، ولهذا ما يفيد. شنو أكو إصابات صارت اليوم؟ يومي يومي تصير إصابات، إحنا من الصبح موجودين حتى الليل. زين، يعني أنا من الناس عم بشتغل في سبيل الكرامة تشرف. أنا مخلص بحضرتي، مخلص ماجستير صار لي 5 سنوات وما متعين، التجأت للأعمال الحرة، أشتغل. بس أنا جيت أساعد المظاهرين، الظاهر أنا نازل عن حقي. أنا جيت أصحاب التوك توك يدخلون بشكل مباشر للخط الأول، لأن أكو إصابات حصلت. اكو اصابات حصلت بهذا الموقع، اصابات لا زالت مستمره، وكل شويه التيك توك هم اللي ينقلون، موجودين انت قدام عينك اذا تلاحظ تيك توكات ما وقفت. بارك الله بهم، نسميهم احنا اصحاب التحرير. ابطالنا ابد من الصبح لليل ابد ما قعدوا. زين، وبارك الله بهم، بارك الله بكل واحد ظاهر، وبارك الله بخواتنا وامهاتنا اللي طلعوا الظاهره، وابوس راسهم وابوس جبينهم على الغيره والكرامه اللي عندهم. سلميه والنعم من عده. سلميه 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 سلميه. المشاهدون الشعار الابرز المرفوع في هذا الموقع هو يعني السلاح الموجود في هذا الموقع هو سلاحهم العلم فقط، وبعض المواد الإسعافية مثل البيبسي والماء والخمرة والأمور اللي تحتاج إلى إسعافات سريعة للمصابين. مثل ما تسمعون الآن بهذا الموقع لهذه الساعة أكو استهداف بقنابل صوتية وغاز المسيل للدموع. الله يساعدك حبيبي. الله يسلمك. من 25 من واحد بالشهر أول شيء، والمظاهرات زينة، وهالسنة 4 أيام و5 نبات هنا، احنا صيادين نسيل الدموع. المطلب الاساسي احنا نريد، المطلب الاساسي ما نريد شيء من عندهم، كل شيء ما نريد، لا عمايم لا عمايم لا احزاب، كلها برا. نريد
رئاسة جمهورية يتي الموضوع يحكمنا واحد بس شخص واحد يحكمنا أي حزب ما نريد وخلي في بالهم يجتمعون على التلفزيون غير التلفزيون ويتفقون اتفاقاتهم كلها ما تفيد بعدهم ما داقين هنا بالتحرير بالتحرير بعدهم ما جايين يجون أحد استطاع يركب الموجة ركبوا الموجة ناس سياسيين شلون الموجه ركبوها ابد ابد ولا واحد ولا واحد جانا ولا واحد جانا ريدنا بس واحد يجينا هنا ماكو منام مسيل الدموع بالموسيل الدموع هاي جفوفنا واحد سلمية وكل شيء واحد زين اكو اتهامات انه من مطعم التركي ضربوا القوات الفضل الشيخ ابو برمانة الصوتيه ابد ابد ماكو واحد من هالشيء كله كذب بسلمية وجاي يشوهون بينا جاي يشوهون وجاي يسوونها عطائفيه واحنا سلميه كل شيء ما عندنا جفوفنا وبس يعني نشوف بس مظاهرات بس اعلام بس اعلام طرق الاعلام وملابسنا ما شايلين لا رمه صوتي ولا هذه هاي كلها تشويه سمعه للمتظاهرين تشويه سمعه للمتظاهرين ضربانا بغازات ضربانا بغازات محرمه دوليا والدليل موجود عندي ذيك تعاشوا في اياها غازات محرمه دوليا غازات محرمة دوليا والكل يدرون بيها موجود عندنا الدليل ويجي يخلي يشوفها غازات كتلة ناس موتت وتموت قمع صار أي ضرب أي اعتداء القوات الأمنية ما صار من عندنا أي اعتداء ماكو ندخل يجب التحرير وما نقبل لا تفاوض ولا أي شيء إسقاط دولة الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام طالع تظاهرات خوي ان نريد نسقط الحكومه شنو اذا نبس هاي الشباب راحت شنو اذا نبهلها رحمه الوالديكم شو مسويكم عم احنا سلميه لا جايين ضاربين عليكم ولا هاي بيدنا بس العلم العراقي قولوا لنا شو مسويكم رحمه الوالديكم جايين سلميه لا ضاربكم ولا مسوي لكم شيء هسه شنو ذنبه هذا الوالد هسه هذا شنو ذنبه من يروح لامه مضروب شنو ذنب امه قلنا انا شنو ذنب امه هسه من اروح مضروب انا عندي اثنين اخوان شهداء شنو ذنبنا جايين سلميه جايين نطالب بحقنا نسوي لكم شيء بويا ما نسوي لكم شيء سقطونا الحكومة كل شيء مالي سلمية 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 هذا مخطط أمريكي هذا مخطط أمريكي مخطط صفوي يردون يسوون حرب طائفية يردون يسوون حرب أهلية يردون يسوون حرب بين الشباب نحن نطالب اسقاط النظام بس ما عندنا لا عندنا ها لا اسقاط النظام نظام با عليه نظام فاسد من اكبر رئيس الاخر نظام فاسد كله مبنى على الطائفيه مبنى هسه بموضوع الاصلاحات اللي يسولفون به شنو رايكم يا اصلاحات يتحدث فيها رئيس الوزراء يتحدث فيها رئيس عمي بس فدوى روح لك فدوى روح لك يردون مثل ما قال سيد القائد يردون يسوون لنا مثل اليمن يردون يسوون لنا مثل سوريا يردون يرجعون حرب فلوجه وحرب المدينه وحرب الناصريه كلها يردون يرجعونها اليوم الشعار الابرز المرفوع بالتحرير شنو؟ اسقاط النظام اريد حقوق الشعب اسقاط النظام ما اريد ما عليه ما اريد فدوى روح له ما اريد كل فاسد هنا فسد مشاريع ما عليه مشاريع اخوك ابن عمك زين ممنون انا اشكرك حبيبي خادم الخادم اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم تحية تحية لكم يا أبطال والناشد القنوات العراقية مثل ما تلقى المظاهرات مال لبنان ما جاي ينقلون المظاهرات مال بلدهم مع الأسف باقي القنوات زين هاي أول مناشدة الشيء الثاني إحنا اليوم طالعين كمواطنين كشباب ثوريين نريد تغيير النظام 17 سنة لم يحققون أي شيء مجرد أحزاب وكتل وشلة قلع إحنا يعني الدولة كلها ريد سقاطها الشيء الثالث هي بهذا البلد صار محاربة الشباب والكفاءات العلمية ومثل ما شفتوا انتم باقي الخريجين يعني اصلا مكان بهالعراق ما إله يعني حال الدول الاخرى ونطالب باسقاط النظام يعني نظام هذه البرلمان يتغير زين فدوى لعمرك احنا شو نريد
قناة الثلوجة والله مو مجاملة، بس أنا صار لي اليوم السادس الظاهر، والله العظيم 4 مرات لو 5 شفتها، ها؟ وسباقة بالحدث، ومشكورين على جهودكم ويانا، وإحنا نريد إسقاط النظام، ما نريد هذا العامري والسيد دخيل بخته، إحنا جايين مستقلين، شلع قلع الدولة ما نريده، نريد دولة جمهورية مو برلمانية ولا سياسية، نعم طلع السياسي شلع قلع، عشان ذنب الشهادة، شنو ذنب هاي الشهادة؟ شنو ذنبها رحم الوالدك؟ يعني توصل الجسر يعني طريق الموت هذا يعني هاي العوائل دمرت كله بالعباس الفاضل ماكو بيت ما بي شيء ماكو بيت اليوم ما بي شيء اتحدى هسه الواحد خلي يقول من مال داعش وهسه مال هاي الاخ كله داعش مصاباته رحم الله والديكم واشكركم اريد اسقاط تحيه طيبه لقناتكم الموقره اخوي احنا مطالبنا احنا كشباب مطالبنا مشروعه نريد البرلمان ينفض مطالبنا احنا مشروعه يعني نريد البرلمان هذا يبوع على الشعب يعني نريد هاي الدوله صار لها من 2003 من 2003 لحد الان ما حسيت بوطن لا والله ما حسينا بوطن احنا هسه انا الشباب اللي شوفها اللي خارجه من بيتها وثاره ومتحمله كل هاي المشاكل اغلبيتها شباب خريجه وعندها شهادات وتمتلك شهادات وتمتلك طاقات وهاي الطاقات ما جاي يفتحوا لها فد مجال حتى تفرض نفسها لان شنو البلد انبنى عباره عن كل فساد والبرلمان عبارة عن مجموعة ثلة فاسدة. أنا خلاص لك ما نوت حكيت البرلمان. البرلمان يستطيع أكو مادة قانونية يستطيع حل نفسه بنفسه. يستطيع حل نفسه. ما كل مقدرة على البرلمانيين يعني يتركون مناصبهم ويستقيلون. يقدر يستقيل ويفسح المجال أمام الغير. وبكت الله نتأمل خير إن شاء الله إن شاء الله بجهود هاي الشباب ما تضيع إن شاء الله جهودكم أنتم الإعلاميين ما تضيع وموفقين إن شاء الله الاعتصام الوطني شعارك اعتصام أريد إسقاط نظام شنو إذا نفس الشباب جيت روح حسان عند أخوه شهيد حد ما دافني والحسين يعني ماك دولة ماكو من 2003 إلى 2019 يا استلم شيء يا الشباب شنو إذا نبهر جيت روح شنو جاي والله كيكستون فقدت الوعي جاي يذبون مسيل الدموع شنو إذا نبهم تمام حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مستمرين في هذا الاعتصام وهاي التظاهر مستمرين إن شاء الله إلى أن آخر فاسد يطلع من العراق إلى آخر فاسد آخر فاسد ماكو ولا واحد يضل شلع قلع بدون استثناء أي إحنا وطن ماكو ما شفنا وطن من 2003 من 2003 طائفية بوق سراق الريد عراق خالي من السراق شلع قلع بدون استثناء إذا صار تعديل في الدستور وإذا صارت استقالة رئيس وزراء نعم. ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية نعم. الرئاسات الثلاث مع تعديل الدستور أيه. حيبقون الأخوان بالساحات التظاهر لو يكتفون فقط بالتعديل لا ماكو تعديل شلع قلع احنا آخر ما إلا آخر واحد يطلع منا احنا حتى لو تبديل حكومة لا أكثر ولا أقل احنا تبديل حكومة واحنا نريد نحاسب منو اللي قتل العالم هاي منو اللي سبب لحد هاي اللحظة ماكو اعلان لقتلة لا ماكو صايرة بين الخال وابن الاخيت واكو مثل يقول عندنا صايرة الحرام يحلف المبيوق انتهت انا فوق ما ماكو الحقي انه انا من ديس انا مو زين اطلع على هاي الخبزة خبزة ماكو عالم تاكلها اكو بها والله والله قاعدة عالم الجدي بالشوارع شوف اليوم الاعداد مليونية حقيقية يعني اليوم التواجد اليوم وامس كان تواجد كبير هذا معناه شد اللي يدل على انه الشارع العراقي بعد الشارع العراقي افتهمهم حبيبي افتهمهم من 2003 من الشارع العراقي الشارع العراقي طاهم مجال من 2003 وهسه 2020 صارت ما ضل شيء 2020 اهلا وسهلا نشكر جهودكم حبيبي اهلا وسهلا كلكم حراميه صوت الشارع العراقي صوت ساحة التحرير الحديث مباشر مع الساده المواطنين ومتواجدون نحن بشكل مباشر مع المتظاهرين وصوره بحياتنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله استمرارية مطلب الرئيس الطالب إسقاط الحكومة حكومة فاسدة فاشلة ولاءها لغير العراق لغير العراق وليس للشعب العراقي طيب أكو اتهامات بوجود يعني جهات متنفذة مهمتها قتل المتظاهرين هذا الحديث صحيح برأيك الجسر الجمهوري
يعني سمعنا هيك اكو هيك دعاءات. تتوقع بالايام الجايه ايش حيصير؟ ان شاء الله منتصرين، ان شاء الله شعب منتصر، ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. صار لي يومين. اليوم انت تشوف اصدقائك مع معارفك اغربائك يجون، يعني كل من جايب مجموعه وجاي؟ نعم نعم، واحنا ما نطلع منا اذا ما ناخذ حقنا، حقنا، لان هذا الفاسد قاعد بالخضراء، فاسد قاعد بالخضراء، ها، وانا هنا صار لي يومين اكل ما اكل، وهذا الفاسد قاعد على التبريد ونايم. شنو ذنب هاي الشباب؟ شنو ذنب؟ من 2003 لا شغل لا عمل لا توفير، ماكو يعني البصرة تنتج 1000 برميل نفط والشباب جوعانه، ليش؟ على أساس تقعد لي بالخضراء هنا؟ اطلع عوفة لغيرك، ليش؟ هذا الحكي لشخص معين لو لعدم كل البرلمان والأحزاب، بالأخص الأحزاب دمرت للأحزاب، نحن تودي على الأحزاب، على الأحزاب راح تطلع غصبا ما علي، ولا واحد فيهم غصبا ما علي تطلع، غصبا ما علي تطلع، واحنا ما نطلع من هذا وما تطلع الأحزاب، ما نطلع منها. هاكو زلمة طلعها، هاي الزلمة موجودة، هاي كلها موجودة الزلم. أكو الإمكانية، أكو إمكانية على أن يستطيع الشارع أن يطرد أحزاب لها ثقل كبير من سلاح ومن إمكانيات مالية بالغيرة العراقية. أبو هاي الزلم الخير أبو عليها، هاي تاكل القاع، أكبر واحد موقف. شوف الشباب أكو إصرار عندهم، قضية معنية بقرار ويجوز ينسحب. لا أبد ما ننسحب أبد، إلا ناخذ حقنا، وما نريد أي واحد ما نريده، لا كل الأحزاب تطلع، ماكو حزب أسأل الأحزاب كلها جاي يقول آني وإحنا طالعين وإحنا وياكم، كل حزب جاي يحكي عود على أساس هو ويانا، كلها حرامية، كلها واقفة ضدنا، كلها جاي تاخذ بينا، كلها جاي تاكل بينا، ماكو واحد نريده، كلهم يطلعون، الكل يطلع، ما نريد ولا واحد من الحزب، ما نريد ولا حزب، كل الأحزاب تطلع، كلهم ما نطلع والله، ما نطلع إلا سقطهم، ما نطلع إلا سقطهم. رحم الوالدين. شباب عمر الورود هاي وحده، شباب عمر الورود هذي، شباب عمر الورود كلها ماتت، عاد عبد المهدي من يطلع يقول ماكو رمي وكلها ضدكم، كلها هاي العالم وين صار؟ شنو الشباب ظل هنا جاي على عميون؟ هاي الشباب هنا شو كلها هاي موته وجرحى؟ على شنو هاي؟ احنا هذا بلدنا وبلدنا، بلدنا يجون على مواكب الغير ايران وغير ايران ياكلون بينا، على شنو السبب هذا؟ شو مسوين احنا؟ شباب عمر الورود، شباب كلام عمر الورود، شنو الحمد لله خالي، الحمد لله والشكر لي الله، موفقنا ونعمة من الله، بس مالاني عندي خير من الله، وعوف هاي اخوتي هاي صعبة، ماشي صعبة، بس هذول الخياس المفروض كلها تطلع، اوكي كلها تطلع، كل من الثام رحاته طالعة من جوه، من الثام رحاته منها طالعة من جوه، الثام على النص العادم طالعة، اللي يضربونه اللي يضربونه اي هم ذول جماعة الدين الاسود، ها هم جماعة الاختبار المسير، ما كذي هذا عادل الخايس يعرفهم، هو اللي جابهم، هذا عادل الخايس هو اللي جابهم، يحمونه قوات مجرد اسم مجرد اسم، وكلهم احزاب، مجرد اسم بدسم، مو عراقيين، لان العراق الشريف ما يضرب ابن بلده، ما يضرب اخوه، هذول من هو طالعين؟ مو اخوانه، كلهم من الشعب، مطلبنا الاول والاخير اسقاط الحكومه كافه، اسقاط الحكومه كافه، مو اسمح لي اكو نقطه مهمه العراقيين بالخضراء، الله وكيلك، بس بعد لا مكافحه الشقه بعراق ولا غيره، كلهم ايرانيين واحزاب، ذولا كلهم احزاب وتبعيه لهم، الله وكيلك، هذا سلاحنا احنا، هذا سلاحنا، يكون من دسين ويحاربون، هذا سلاحنا، وسلميه كنا سلمين والله، الله وكيلك، لليوم يضربنا بمسيل الدموع وهاي الدخانيه، واحنا نشمر له تفاحه، نشمر له برتقاله، حتى خاف على مشاعره، نشمر له ورد ونرش عليه وما ينغسل له وجهه. يعني احنا اكو نقطه مهمه، كل هذا الشعب مسامح ومساهل بيناتهم، يعني ناس والله، وحتى محامين، حتى محامين يقول انا ما محتاج شيء، بس طالع لنصرة اخوتي المظلومين، يقول انا مدني وراتبي خير من الله وجاي اساعد. اتفق العراقيين على انه يتظاهرون يد واحده؟ نعم، الكل الكل الكل، وماكو
شغلات مو مندسه وما مندسه هذا مستحيل. حتى الكاسب على بالله جاي يوزع وينطي. انا من الناس وغير وغير اساعد فريق هذا الوتر حساس من سهل ما مندس وما مندس خلي شنوها المطبخ يعني معناها بعد اللعب على وتر الطافيه هاي استوانه مشروخه ما تفيد ما تشتغلوا يعني الله كيلك اليوم كنا عراقيين ايد وحده ما نفكر ما حد مفكر هذا الموضوع هم استوانه مشروخه منتهي الله كيلك مطلبنا واحد ايد وحده شعب واحد استوانه ما الطائفيه انشرخت ما المندسين انشرخت كل شيء ما يفيدهم بعد الله كيلك ما يفيدهم شيء الثوره انتصرت شوف شغله يوم الثلاثاء على طابين الخضراء والله العظيم شغله يوم الثلاثاء شوف الجماعه شوف الابطال هذا مطعم مو مطعم التركين مطعم الابطال هذا مطعم الثوار ها شوف كل سني شيعي تركماني مسيحي كل ايد وحده صوره تكفي ومتكتك بطل والله قلبي يقول لك هذول متضاربين بعثيين وين بعثيين كلهم مواد 2090 وين شايف بعثي ماكو مطلبنا الاول والاخير اسقاط الحكومه خلينا نتقدم خلي يطلع ابو التوك توك خلينا نغير مكاننا اعطي مجال لابو التوك توك خلينا ننتقل السلام عليكم حياكم الله حبيبي تاج راسي بس من رخصتكم اجواء التظاهرات راح اختصرها لك باختصار لان السبقون حكوا بيها فاقول لهم الخطوط الحمراء كثروا عندنا والتيجان ولي صفقوا لهم مو زلم هتليه قبل كان الحرام فلان لو فلتان هسه منين متعاين حراميه كثيره من العقل توقف بوجهه يا ولد بس طولي قليله من العقل توقف بوجهه سيوف وكثيره الجاهل المسؤول لوقيه فاسد من صعد فزول كلهم صوت حج فلان طيب قصته مشويه ما هذا على الخطية صدقوا شاهين ما يدرون مظهر كله فختية حج وحج بس وراية العباس ما واصل ترى حدود اللطيفية يلبس شيلة كون الخاف من مسؤول ولتبيعك لنس تلبس الشفية هاي المرة تقع الصدر بالتاريخ مو مثل اللي بد هو وخواتية نط صواتنا يحسبونه فوق لفوق نريد حقوقنا يحسبونه بعثية وطن بس للغرب واليملك البارات وطيك الدليل الوطن مو لي انتجد وصلوا علي لو شالت النقال وين تريد تنقل هالمديرية او يا هل يا ليتنا شو ماكو بالتحرير بس وقت الحجك انكم استادية مو ضد اللطم ما عايز النحسيا اكو واجب واوجب هاي مدرية شو وقت ما تنتصر والثور على الظلام بيها ملوحة من تسمع اللطمية اش وقت ما تنتصر والثور على الظلام بيها ملوحة من تسمع اللطمية عمامة تنفتح والشجرح محتاز بس هاي العمامة احسبها صدقية وإلا على المنابر شل بالتصريح الميزيح الظلم هو وكراسية احزابك بالاصل لا ما تنقال لكن بالاسم صارت اسلامية حكومتهم شو زعمات تسوى الدورة حسب بنا شل حسنية شيعية الله يحفظك مجال حياك الله وحيا الله كلماتك الله يحفظك الشباب اللي الشاعر مصطفى العلياوي جاي أدي رسالته الشعرية هنا باختصار يعني كلمة بسيطة جدا رسالتك لأصحاب العقال العراقي بالضبط العقال العراقي الأصيل شنو الرسالة اليوم الرسالة بأنه انتقدتهم انت نوعا الرسالة ايش قلت الرسالة قلت قليلة من العقل توقف بوجهها سيوف وكثير الجاهل المسؤول لوقية عد دلائل الدلائل ان هذول المعقلين البعض والاغلبية هذول عندهم علاقات ويا المسؤولين ويخافون على علاقاتهم لا تخرب عندهم العلاقات اغلى من الوطن فرسالة من خلال هاي القناة الشريفة اقل لهم هذا الوطن اغلى من كل شيء المهم اخر شيء اختم بيمن اختم حمل الوطن مالش بيك خنشيله ولا تضم العقال اللي بدل الشيله حمل الوطن مالش بيك خنشيله ولا تلبد العقال اللي بدل الشيله التكتك والشعاف وجيل هذا اليوم اش ما وقع وطننا تقوم وشيله
الله يحفظك. حياك الله، حيا الله صوتك. تاج راس. الله يحفظك. الله نستمر في تغطيتنا من خلال تواجدنا في ساحة التحرير ومن أمام جسر الجمهورية. هذا الحديث المباشر مع المواطنين، الزخم كبير جدا والمتظاهرين بمختلف الشرائح وبمختلف الأعمار يتواجدون بشكل كثيف جدا في ساحة التحرير، مقسمين عدة أقسام، منها دعم طبي ومنها الدعم الغذائي ومنها الإسعافات الأولية، وكل الأدوات استمرارية التظاهرات موجودة. مستمرون نحن بنقل صوت المواطن العراقي، وكما عهدناكم سنكون بالمركز وبالصدارة مع كل حدث يكون سواء كان في بغداد أو في المحافظات الأخرى. ننتقل إلى مكان آخر. ابقوا يا أهلا بكم من جديد أحبتي المشاهدين، مستمرين بتغطيتنا الخاصة من وسط جسر الجمهورية من أمام المطعم التركي. تحدث المتظاهر العراقي عن مطالبه الرئيسية. الآن الاحتفالات متواجدة بشكل مكثف جدا في ساحة التحرير ومن على جسر الجمهورية، والشوارع المؤدية لساحة التحرير جميعها مكتظة بالمتظاهرين. قد يكون هذا الموقع هو من أخطر المواقع في ساحة التحرير لأنه قرب من قوات فض الشغب، وبالتالي أصحاب التكتك منتشرة في هذا المكان بشكل مكثف. في حال وجود إصابات في هذا الموقع يتم إخلاءهم من خلال أصحاب التكتك ومن خلال المتطوعين من أطباء ومن شباب أصحاب خبرة بهذه قضية الإسعافات الأولية، متواجدين بشكل مباشر مع المواطنين والمتظاهرين لنقل صوتهم بأمان. نكمل حديثنا. السلام عليكم. عليكم السلام. ان شاء الله كلها خير وامان وعلى الشعب العراقي، وان شاء الله نغير. ان شاء الله نغير. انا مخطر عليك هنا؟ لا ان شاء الله مخطر وما خايف، انا خوافه بس ما خايفه. احنا مروحين ما خايفه. ما خايفه. شو رايك شلون بالتظاهرات؟ جيد جدا. وانا مشفت بالتلفزيون رجعت طلعت والله. شو رسالتك للمرأة العراقية؟ والله ان شاء الله كلكم تطلعون، اخواتي ان شاء الله كلكم تطلعون، شجعوا ولدنا، شجعوا شبابنا، كافي تعبنا. انا معلمه يعني انقر على طلابي بالمدرسه مي ماكو، يغسلون بالحمام، يروح يقضي حاجته يجي ست يقول لي ماكو مي، من الحانوت الربع جايب اشرب مي، فمأساه مأساه، الربع يجيب اشرب قلم يكتب على السبوره، فحاله كلش يعني وصلنا حد. شوفين اصحاب التيك توك موقف. الله 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 يخليهم ويحفظهم يا رب، ان شاء الله مرت الله ورسول ابطال يعني، ما قصروا والله ما قصروا، وتاج على الراس والله. الله يحفظ الشعب العراقي كله ولدنا كلهم ان شاء الله. الله يسلم هاي الحكومه ونخلص منها. عادل عبد المهدي واتباعه واحزابه كلهم لا يطلعون، احنا بخير. هم الاذونا، هم الموتونا، جوعونا، بس لهم محاصصه فلوس احزاب لهم. لعد الشهيد يطلع 10 ملايين ومخصصات مال البرلمان. اليوم ما يجري في البرلمان وما يجري في رئاسه الوزراء، شو تسمي من قرارات او كلها كذب تقدير، كلها كذب. هذا هسه يريدون يفضلون المظاهرات ووراها، لان ماكو قرار هسه حتى لا يبثون قرارات، ماكو بالدستور ماكو، يعني كلها كذب كلاوات بكلاوات تقدير. واسه هم نصهم انهزموا ونصهم راحوا وموتوا هذا الشعب 300 شهيد و7000 جريح، عساها بحظهم وبوقتهم، عساها بحظهم وبوقتهم. وعليكم السلام. بس بدي اقول لهم كلمه واحده. ليش مدجل؟ بيبسي هو هذا سلاحنا. بس أردت أقول لهم كلمة واحدة، بيا إسلام، بيا دين، بيا دولة، شاب ما يملك 5000 دينار وكلام الله الله شاهد عليه، صار الأسبوع هنا أروح وارجع ماشي كروة ما عدا أجبيها، كفيلك الحسين بس باوع باعش قد بالمحفظة والله. صور صور إيه. بس باوع باوع والله صور إيه. باع محفظتي باوع 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 بس باوع بس باوع بس باوع. ألف دينار ما يوصلني للبيت وعلي وكلام الله، ما عد ربع دينار أروح وارجع به، أروح ماشي وجه خلف الله على أبو التكتك معدل وكلام الله، خلف الله على أبو التكتك
معدل ببلاش يودينا ويرجعنا. وكلام الله مكان امونا مكان رئيس الوزراء والله العظيم. لا اكيد احنا موجودين وما نرجع الا نحقق مطالبنا. احنا مطالبنا استقيل البرلمان كله وصير جمهوري، هاي مطالبنا. بس رساله البعض الاعلاميين اللي بكل كل شهر محرم يروحون يغطون اربع مجالس وخمس مجالس، هنا ما يجون. الحسين ما خرج، مو خرج الاصلاح. احنا المطلع طلعنا الاصلاح حكومه، طلعنا الاصلاح عتبنا على بعض الاعلاميين وعيب عليهم. ما يجون هنا ويغطون هاي العالم ويشوفون مطالبها. خلي يجون هنا ويشوفون مطالب العالم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا وختما صلي على محمد واسمه ذات وصفه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدوا لهم واستطاع من قوه ومن رباط الخيل يتربون به عدو الله وعدوكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا فانه ائمه كفر انه لا ايمان لهم. اخي العزيز، الشعب العراقي من الشمال للجنوب من الشرق للغرب مظلوم، صغيرا وكبيرا، شيبا وشبابا، نساء واطفالا ورضعا. يعني حتى الحيوان ما اسلمنا الحكومه. الحله صار بها تسمم اسماك. يعني ماكو محافظه بالعراق الا طلب من المسؤولين. هاي الشباب كلها عطل عن العمل، مستمرين بنقل صوت المتظاهر في جسر الجمهوريه. هناك يعني تخوف قد يكون من الاضاءه المتواجده في هذا المكان، اضاءه الكاميرا قد يكون هناك استهداف بسبب الضوء. حنحاول قدر الامكان انه نكمل ما تبقى من حلقتنا في الخط الاول من جسر الجمهوريه، قطع المباشر بين الفض الشغب وبين جسر الجمهوريه. استمر في حوارنا. السلام عليكم. عليكم السلام. انا رسالتي للكتل الاكبر، احنا ما نريد بس عبد المهدي يطلع، نريد الكتل الاكبر تطلع والبرلمان يطلع وال حكومة شال عقلة. احنا ما تسحب الثقة بس من عبد المهدي. احنا شنو فايدة عبد المهدي؟ انت فاسد، انت البرلمان فاسد، انتم كلكم احزاب. جاي هسه تجي تطلع على عبد المهدي؟ ما نريد لا عبد المهدي ولا برلمان ولا هاي، كلها شال عقلة. احنا نريد فرص عمل. احنا ما طالبين منكم اي شيء ما طالبين منكم. يضربون بينا قنابل مسيل دموع، يضربون بينا بالدونكيات. يعني يودون اليوم الظهر العصر يودون شباب من عندهم ياخذ العلم العراقي ويروح على مشابنا، يروح ويكتلونه، ياخذ العلم العراقي ويروح وياهم عم نشوف. احنا عاملنا يوصل المظاهر يوصل يكتلونه. يا ابي حمود شلون صحتك؟ تحياتي لك. قناه الفلوجه قلبه ده وعدون الوعود الكاذبه. الشعب العراقي تعلم على المغدي. هذا يقول انزع سترتي، وهذا يقول ما ادري شنو. هاي شنو ذنب هاي الشباب؟ يعني الخريج ما له الا حاسب هاي الدوله، كل ادي ابوك مني ولا ابوك من هاي العالم. هاي شنو ذنب هاي العالم؟ فهمني شنو مصيرنا احنا؟ انا هسه هذا شعب واحد، كنا هنا بالتحرير، لا بيناتنا لا فرق المسمف لنا ولا مسمف لنا. احنا كنا عراقيين واحد تحت هذا العالم العراقي واحد، وايش صارت طبع عليهم؟ السلام عليكم. اكو فد شغلات مهمه اذني بالنسبه للمتظاهرين. كل شيء ما نريد، تمام؟ نطالب بحكومه انتقاليه اقصاها 6 شهور، تغيير الدستور بعد هاي 6 شهور يتغير الدستور، مفوضية انتخابات جديدة، وجوه جديدة. أركز، وجوه جديدة. شنو عقلها؟ تجي بالغطاء جديد أيضا، ممكن تجي نفس الأحزاب. لا, لا 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 مستحيل. معروفة كلها معروفة وواضحة، تمام؟ نريد وجوه جديدة، تغيير مفوضية الانتخابات، حكومة انتقالية. أوكي نمشي وفق الإطار القانوني، 6 شهور بعدها انتخابات سريعة بإشراف أممي، هاي الحل الوحيد. احنا باقين حل بجهات سياسيه ما تقول مستحيل. ما نريد اي حزب ولا اي سياسي يتدخل بيناتنا. خلي يسمعونا سياسيين كل زين، بس من رخصتك. هاي الهوسه الذول من حقين. من عادل عطل لك انه فك عينك جوك الزام ما تنعد. فك عينك جوك الزام ما تنعد. تريد الزلزل الخضراء والله وتحط الكمحة.
تنعد. فك عينك جوك استام ما تنعد. عم تريد الزرزر الخضراء والله وتحط لكم حد. ويا اهل المدينه اليوم راح نهد. ويا اهل المدينه اليوم راح نهد. اليوم الثاين دقها وابكر الخضراء اليوم الثاين دقها. عمي احنا متعودين يذبون علينا مسيل الدموع. خلي يذبون مسيل الدموع. شعب متعود. شنو يعني 16 سنه متعلمين نبكي. متعلمين والله. 16 سنه احنا 16 سنه متعلمين يعني شنو. وذا شو مسيل الدموع تدمع متعودين 16 سنه نبكي احنا. خليه من الصبح متعودين. كلنا وياك. شعب الشعب ما جاي بس على مود استقاله عادل عبد المهدي. الشعب اليوم جاي على مود استقاله جميع النواب. شو الفائده 320 نائب يستلمون بشهر 40 مليون وكل شيء ما مستفادين منهم وين مخلينهم؟ يشتغلون خباطه عمال عمال خباطه يوم 25. اي والله. ثانيا نعتب على القنوات العراقيه احنا ابو الفلوجه جبن الفلوجه والقنوات العراقيه ما تجي ماكو اعلام منها. جادي العزيز هاي الشغله مصيريه تحدد مصيرنا هنا موجود بالعراق كلياتنا احنا الشعب احنا وحده احنا كلياتنا شعب واحد ما نريد لا برلمان ولا نريد رئاسة وزراء ولا نريد ثلاث رؤساء تذوكوا استطاعت جهه سياسيه تصنع كوكب الموجه شلون استطاعت كتله سياسيه ما نريد لا حزب ولا هاي لا لا ما قدروا ماكو ما نريد لا حزب ولا هاي احنا نريد حكم جمهوري كل اربع سنوات حتى لو جمهوري زين ننتخبه مرت اللوخ نريد حكم جمهوري ما نريد حكم شو اسمه وزاري ولا برلمان اريد الشعب كله شو اسمه مساله واحده هو رئيس الوزراء مساله واحده ليش طلع قائد عمليات بغداد قائد عمليات بغداد بس شلون يظلم المتظاهرين مو على مود محامي انا القواعد لا ليش هذول منين هذول هسه هالقوات منين هالقوات منين وقف هالقوات منين هالقوات منين هالقوات تابعه للحكومه لا هاي قوات اسرائيليه عينا اسرائيل متوجه اسرائيل متوجه تضرب الشعب الفلسطيني بالقنابل نفس الحاله خلي ياخذني ليش طلع قال عمليه بغداد رئيس الوزراء على اساس ألف شخص فاسدين هو طلع 61 شخص بس هم موجودين بالدوائر مثلا بس اسمح لي استاذي هيئه التقاعد بها مدير التقاعد فاسد هيئه التقاعد بها مدير التقاعد فاسد وعده مدراء موجودين بالتقاعد فاسدين طيب سؤال رئيس الوزراء قال انا اجي لتحت قبه البرلمان لكن اخويا لكن بشرط انه يصير البث مباشر شنو الغايه من اخويا ما يسوون هاي ترقيعيه ما يسوون كل شيء ترقيعيه ايش يسوون يحطوها يوجهوها ويحطوها عرفوا فيضموها ما اصلا ترقيعيه تصليحات الله واديك اخوان انا هاي تداوم بالموارد المائيه بصير يوميه بالاخير طلعونا ونطلبهم راتب لا انطونا راتبنا ولا اترك لي الرواتب اترك لي الرواتب سولف لي على التظاهرات اليوم الوجود المتظاهرين هو حيكون له حل ان شاء الله ما طول الشعب العراقي مجتمع بين سنة وشيعة وكل الطوائف ان شاء الله يحققون جماهير الشعب شنو الرسالة توجه رسالتنا نريد وطن ما نريد أحزاب تابعة لا لأمريكا لا أحزاب تابعة لا إيران نريد دولة قوية نريد تعيينات ما نريد أحزاب تابعة لدول أخرى الله يساعدك وهذا هو ممنوني الله يساعدك حبيب أنا أريد أقدم رسالة اسمع شباب اريد اقدم رساله على المظاهرات صار لها كم يوم اليوم يا يوم لكم هنا السادس اليوم هنا اليوم السادس هنا اكو ناس اي بعد 25 اكيد اكو ناس لحد الان ما دخلت بالمظاهرات كانت ضامروتها وما طلعت عبالها المظاهرات مثل كل مره يومين ثلاثه وكل شيء ينتهي لا هسه المظاهرات استمرت ومطلبنا مسقط الحكومه عادل عبد المهدي البرلمان مجالس المحافظة كلها تسقط الرئاسة الجمهورية انتخابات حرة الريد لا يشوفونا فقط اليوم السادس ومن باكر يجون اكو ناس راح تجي من باكر ومن بعده ما نريد واحد يجي بعد
من الحياة. والله أولا شعار شعار ما نريد أي واحد إحنا إسقاط النظام بس ما نريد أي أحد يدخل بالمظاهرات. المظاهرات طلعت من رحم العراق ما بيها لا قائد ولا شيء ما بيها قائد. وإن شاء الله أفضلهج الشعب هاي الشباب كلها ما حد وقف إنه غير الشعب ووقف قاعد يقف الروح لنا هاي ما نريد واحد إسقاط النظام كله. هذا جيل البوبجي اللي يحشون عليه إحنا ما يقولون جيل البوبجي. هذا جيل البوبجي هذا جيل البوبجي لكم هذا جيل البوبجي. هاي الشباب المذكر لك هاي الشباب المقدرة. هذا يشوفوا الشعب لبنان استقرت وأخذ طلعوا وسووا. إحنا هسه نشوف الجماهير ونشوف شلون يضربوهم نشوف شلون يأذوهم. أنا أشكركم جزيلا الشكر وصلت إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من الخط الأول من جسر الجمهورية من القطع الأول للمتظاهرين. كانت حلقتنا بشكل مباشر الجمهورية رسالة فقط أمنوني أهل المتظاهرين أنه لابد على الإعلاميين أن يكون لهم موقف مع التظاهرات وأن يكون موقفهم بحيادية وأن ينزلوا إلى الشارع العراقي وينقلوا صوت المواطن العراقي كما نقلوه لطيلة السنوات الماضية. هذا الصوت اللي وصلوا إليه.